النادي الاهلي طاهر محمد طاهر، اتفرج عليه في التمرين، اتفرج عليه في اي وقت، واحد من اكثر اللاعبين جديه، احترام، تقدير لقيمه ومكانه النادي الاهلي. طاهر بيبدا موسم بشكل مختلف. طاهر مليون مبروك على البطوله، مليون مبروك على السوبر، مليون مبروك النهارده على بطوله الانتر كونتيننتال. اعتقد بطولتين في 5 ايام بيعنوا ليكوا الكتير. 72 ساعه يعني حاجه ما بتحصلش والله غير في النادي الاهلي. ببارك طبعا للجمهور وببارك للكابتن شوبير. بطولة صعبة، بنلعب فريق كبير، بطل آسيا نادي العين، وبتلعبوا بعد ماتش كبير ضد الزمالك في أجواء صعبة جدا، رطوبة عالية، 120 دقيقة ومن 72 ساعة بس، يعني كان عندنا بس يعني يومين بس ريكفري اللي نقدر نجهز فيها الماتش بتاع العين. بس الحمد لله طبعا بمساندة الجماهير النهاردة، والملعب تحفة الصراحة، نجيلة 10 على 10، كل ده ساعدنا، والجو برضه ساعدنا ان احنا نقضي مباراه كبيره وان احنا نكسب بطوله عمرها ما دخلت تاريخ النادي تقريبا. يعني طاهر قلت لي في مره من المرات نفسي الكوره تضحك لي. اعتقد السنه دي الدنيا بدات بشكل افضل، طاهر بيرجع لمستواه، طاهر بنتفرج عليه في كل وقت، هو بتدريبه بجديته سواء بره الملعب او جوه الملعب. الكوره ضحكت لك شويه اليومين دول؟ ممكن نقول كده، يعني ممكن نقول الكرة ضحكت لي شوية، وطبعا ثقة المدرب بشكره ان هو واثق فيا وبيديني كذا ماتش ورا بعض، وانا الحمد لله يعني السنة دي ماشي بشكل كويس، وان شاء الله تكمل لاخر الموسم ان شاء الله. طاهر عايز تقول ايه للجمهور ده؟ انا عارف ان طاهر ما بيكلمش كتير، ما بيطلعش يتكلم كتير، بيرد دايما في الملعب. بقول لهم افرحوا برضو، اخر مرة في ابو ظبي قلت لهم افرحوا، النهارده برضو افرحوا ببطولة غالية وبطولة كبيرة، وكاس انا اول مره في حياتي اشوفه شبه كاس عالم الانديه بالظبط، بس انه يبقى جوه النادي دي حاجه يعني فخر كبير يعني طبعا، وفخور ان انا موجود في نادي الاهلي. اشكرك يا طاهر، وبالتوفيق اللي جاي باذن الله.